صباح الخير. صباح الخير. سلامتك. ميرسي. بس اكيد هالساعات ما خلوا حدا يعني يزمت من الجريب. مزبوط. عندنا اليوم مجموعه معارض ونشاطات كثيره. صحيح. انا بدي اوجه لك تحيه غاده وتحيه كثير كبيره لكل المشاهدين اللي عم بيتابعونا وين ما كان بكافه انحاء العالم. يعني اجندا صار موعد اسبوعي كل تنين الساعه 9:30 بتوقيت بيروت المساء اكيد، ومن خلال عالم الصباح بهالوقت تنعرفكم دائما على ابرز النشاطات اللي عم بتصير بلبنان والعالم. رح نبدا اليوم غدا مع هيك اجواء يعني حلوه عم بتصير، بتعرفي في اماكن عديده عم بتلاقي هيك صدى حلو، يعني ان كان بالسهر اذا كان ريستو او باب. حبينا نحن هيك نفرج شوي الاجواء كيف عم بتكون بلبنان تحديدا ببيروت هالفتره، ورح ننتقل لنشوف اجواء قمريه اللي هو مكان كثير مهضوم كثير حلو موسيقى حلوه بمرم خايل. يا مرم خايل. ننتقل نشوف بعض المشاهد. أنا هلا مبدئياً عم بلعب ميوزك كل خميس بأمارية، عم نعمل الأولد سكول أوف ميوزك، يعني عم نشتغل على الكونسبت العربي وفرنش لاتين انجلش، هيدا العالم بتحبها والأعمار اللي مش الجان الصغير يعني الكبار شوي بحبوا هاي الستيل الميوزك. اليوم بنبلش نحن بالراي مع شوية أولديز ومنغير بنبلش نلعب عربي قديم وهيك وحسب الجو بنبلش نطلع شوي شوي، وبعدنا نحن بنقطع الأشياء القديمة مع أشياء جديدة من راضي الأعمار الكبيرة والصغيرة، يعني نخلي كله ينبسط بهالميوزك. يعني أمارية إنه مطعم وبار والأمبيونس تبعه شوي إنه منوعة بين انترناشونال وشوية عربي وإنه من كل شيء يعني، والعالم عم بتحب المود تبع البيت مهضوم انه بيت قديم تراث لبناني والعالم مشتاقه لهيك نوع عادات بحسوا حالهم ببيتهم، واهلا وسهلا فيك ببيتي. اذا الجو كثير مهضوم كثير مهضوم عن جد، خاصه هيك كل ايام الاسبوع في كل نهار مختلف عن الثاني ان كان بالموسيقى او بالاجواء. رح نتابع اجندا ولكن هالمره بننتقل لنكون مع معرض كان صار مؤخرا بالقاعه الزجاجيه وكان برعايه الدكتوره سلوى غدار يونس، وكان كمان راح رايع هذا المعرض لجمعيات خيريه. بننتقل لنشوف بعض المشاهد. بدي اشكركم هلا اللي انتم عم تعطوني تشجعوني وتعطوني نشاط اني احكي، لانه بيني وبينك حسب اليوم اللي شفت شعبي قديش بحبني قديش انا بحبه، يعني مثل ما بحبه بحبني. بشكركم انتم اول شيء اللي عم توصلوا الرسالات للناس انه اللبنانيه كيف قديش متعاونين قديش بحبوا بعضهم قديش ايد بايد. انه هيدا كله بفرح قلوبنا، لانه قلنا زمان بتعرف بعد ما بقينا سنتين ونص بدون رئيس وتجمد كل شيء، الحمد لله اجينا رئيس والحمد لله كمان هلا جايينا رئيس وزراء دولة الرئيس سعد الحريري، خاصة انه انا كمان من صيدا هيدا حبيب قلبنا وابن الغالي مثل ما بيقولوا بقى.
ان شاء الله متفائلين انه مقدمين على ايام رح تنفرج اجتماعيا واقتصاديا ويرجع لبنان احسن مكان ان شاء الله. تابعنا أجواء المعرض يلي كان صار من فترة ورح كمان نكون بأجواء ونبقى بأجواء المعارض، وهالمرة رح ننتقل لجاليري مارك هاشم يلي كمان كان عنده معرض كتير حلو لزوانغ هونغي. تعرفي الفنان كان عنده معرض وكتير حلو، اكيد كان في لوحات كمان متنوعه. اليوم كمان بتذكر كل المشاهدين اليوم ببلش معرض كتير حلو كمان لفنانه منال بارت سبيس بالحمراء، وهالمعرض رح يكون تقريبا رح يبقى لشهر، فاذا بتحبوا كمان هيك تشوفوا معارض جديده فيكم خلال الايام كلها اللي حلو. المعارض عم تبقى لفتره يعني تواحد يلحق يقدر يروح يشوفه هيك مش ثلاث اربع ايام، لا اكيد يعني. تبقى فتره طويله لحتى يقدروا الناس كل اللي بحبوا هالنوع من الفنون انه يقدروا يشوفوا ويستمتعوا ويشتروا كمان اذا بدهم. اذا رح ننتقل لجاليري مارك هاشم. يعني شفنا بشكل سريع هالمعرض، على امل كمان بالايام اللي جاي يكون في معارض ثانيه بجاليري مارك هاشم. واخر فقره معنا اليوم باجندا كمان مع معرض، ولكن هالمره معرض هيك متنوع لكثير من الاشياء يلي قدموها مصممين لبنانيين. كانت قامت بتنظيم هالمعرض سينتيا سركيس يلي بوجهها تحيه كثير كبيره، دائما بنتابع كل النشاطات اللي بتقوم فيها وكل الحفلات يلي بتنظمها عاده. رح ننتقل لصيف فيليج ونتابع كمان اجواء المعرض يلي كانت نظمته مؤخرا سينتيا سركيس. بصيف فيلج بقلب سوليدار بيت كتير حلو رح تزوروه معي. قررنا انه كل الماركات اللي جعبنا نعرف عليهم يكونوا معنا اليوم. أنا متعودة إنه باريس كل الماركات اللي بيكونوا معروفين أو ما معروفين بيجتمعوا سوا وبيخلقوا هالديناميزم حتى الصحافة تتعرف عليهم زيادة والزبونات يتعرفوا عليهم زيادة ويصير في أخد وعطا بالشغل. كمان في الماركات اللي بخلوا انه الناس ما ينعمل
كثير بوتوكس والاشياء الاصطناعيه. بدي انه النسوان يستعملوا البرودوي الناتشورال اللي حيتخلي جمالهم جميل طبيعي. بتمنى انه اعمل هالكونسبت يكبر ويكبر ويكونوا معي اكثر واكثر ناس حتى كل الناس تجوا انتوا تتفرجوا. مبين انه كان في قصص كثير 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 حلوين عن جد، كانوا كثير في اشياء هيك يعني غريبه وحلوه. فاذا بنتمنى لسينتيا كمان كل التوفيق ان شاء الله بالمعارض اللي جايه، وهلا كمان كثير النشاطات اللي جايه قريبا. هدول كانوا فقراتنا لليوم من خلال اجندا، على امل دائما تابعونا مشاهدينا وين ما كان. بدي اذكركم بس كنا نحن بفرنسا بكورشوفيل بمنطقه هي يعني كثير مشهوره بالسكي بالثلج. حلقه رائعه رح تشوفوها وتتابعوها عبر شاشه تلفزيون المستقبل من خلال اجندا. 6 شهر رح تكون الحلقه على الهواء مثل ما ذكرتكم، 9:30 بتوقيت بيروت، 9:30 المساء، وطبعا بترجعوا بتشوفوا قسم منا بعالم الصباح. بدي اذكر كمان غاده كل المشاهدين اذا بتحبوا تتواصلوا معنا فيكن على agenda@future.com.lb، فيكن ترجعوا تشوفوا الحلقه على futuretvnetwork.com، وايضا فيكن تعملوا لايك لبيج على الفيسبوك وهي agenda on future tv. You can follow me على الانستغرام زينة جامبي كلمه واحده. يعطيك الف عافيه وسلامتك كمان مره زينة، ميرسي لانك كنت معنا. رح ناخذ مشاهدينا كمان مره بريك نحن وياكم، وخليكم معنا حتى نرجع نتابع.